انتشرت في هذه الأيام ما يسمى بالمزاد، وذلك بأن تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة إلى صيانة، ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة ويقوم المشترون بالمزايدة على هذه السيارة دون أن يعلموا هل هي صالحة أم بها عطل وتحتاج إلى صيانة. وإذا قيل المشتري كيف حالة السيارة يقول أنت وحظك. مثل ما ذكرنا، إذا كان يعلم فيها عيوبا لا بد يبينها، أما إذا كان ما يعلم يقول أبيعها الواقع هذا ولا أدري، فهذا لا بأس. إذا كان ما يعلم فيها عيوب لا بأس، فإن ظهر فيها عيوب فللمشتري الخيار. نعم.